أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن. قتل 4 أشخاص وأصيب آخرون جراء حادث إطلاق نار قرب شركة للبريد السريع في مدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا الأمريكية، حسب ما أفادت به وسائل إعلام أمريكية. ويأتي هذا الحادث بعد ساعات على إطلاق النار على زعيم الأغلبية الجمهورية في الكونغرس الأمريكي في فيرجينيا خلال تواجده بملعب رياضي. كشف مسؤولون أمريكيون عن قيام الجيش الأمريكي بنقل نظام الراجمات الصاروخية هيمارس إلى داخل الأراضي السورية للمرة الأولى منذ بدء العمليات الأمنية الأمريكية في سوريا. وتابع المسؤولون أن واشنطن نشرت الراجمات قرب قاعدة التدريب التي يديرها التحالف الدولي في منطقة التنف الحدودية. أفادت مصادر أمنية عراقية اليوم أن القوات العراقية صدت هجمات متفرقة شنها تنظيم داعش على مناطق متفرقة في الساحل الأيمن من مدينة الموصل. وقالت المصادر أن قوات الشرطة الاتحادية اشتبكت مع مسلحي داعش الذين تسللوا إلى منطقة الدندان جنوب الموصل، وقامت بقتل 9 أفراد بينهم انتحاريون. قالت الشرطة وخدمات الإسعاف البريطانية إن عدد ضحايا الحريق الذي اندلع في برج سكني في لندن ارتفع إلى 12 شخصا. وأظهرت مشاهد للحريق نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي ألسنة النار وهي تلتهم المبنى بالكامل تقريبا. وأفاد شهود عيان بأنهم سمعوا نداءات استغاثة من داخل البرج. تشارك قوات قوامها نحو 25,000 جندي من الولايات المتحدة و23 دولة أخرى في تدريبات عسكرية ضخمة في رومانيا. ووصلت العديد من قاذفات القنابل الأمريكية الثقيلة طراز B-1B إلى برلين لدعم مناورتين منفصلتين في منطقة البلطيق ومناطق أخرى من أوروبا. ذكر تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية أن جنود ميانمار ارتكبوا انتهاكات لحقوق الإنسان تصل إلى حد جرائم الحرب خلال الحملات الراهنة ضد الأقليات العرقية في شمال البلاد. وجاء في التقرير أن قوات الحكومة عذبت وقتلت مدنيين ومنعت وصول المساعدات الإنسانية إلى ولايتي كاشين وشان شمال البلاد. قال خواكيم لوف مدرب المنتخب الألماني تدريبات فريقه الأخيرة قبل سفره إلى موسكو للمشاركة في بطولة كأس القارات بحضور جميع اللاعبين. ويواجه المنتخب الألماني بطل العالم في دور المجموعات منتخب تشيلي ومنتخب الكاميرون بجانب منتخب أستراليا. نهاية الموجز، إلى اللقاء.